لعبتنا بيواصلوا الكفاح والتحدي في اولمبياد باريس 2024. زي ما قلنا في انترو الحلقه النهارده، كنا مستنيين نتائج قويه في اليوم الاول، لكن لسه ايام الاولمبياد مستمره. هارد لك لكل اللاعبين اللي ما كملوش، وكل التوفيق طبعا والدعم للاعيبه اللي هتكمل وهتواصل مشوارها في كرنفال باريس. لسه الجولات ما انتهتش، لسه عندنا طبعا امل وثقة كبيرة في لاعبتنا الأبطال إن هم يكملوا ويلعبوا النهاردة ويحصدوا ميداليات خلال الأيام اللي جاية. أداء كان متوقع في بعض يعني الألعاب. امبارح كان في انتصار مهم جدا في كرة القدم المنتخب الأولمبي على أوزبكستان، وانتصار كمان في كرة اليد على منتخب المجر. خلينا نتابع أكتر ونعرف التفاصيل مع الناقد الرياضي شادي نبيل. صباح الخير عليك يا شادي. صباح الخير على حضرتك. اهلا وسهلا بيك. طيب خلينا نتكلم عن امبارح. تحب نبتدي بالالعاب الفرديه ولا الالعاب الجماعيه؟ امبارح يمكن ما توفقناش قوي في الالعاب الفرديه. خلينا نبتدي بالالعاب الجماعيه عشان عايز تقول الحاجات اللي توفقنا فيها. طيب تمام. لا عشان الالعاب الفرديه اكتر، فنخلص الالعاب الجماعيه. ايوه حضرتك اوضحته في النشره يعني ان منتخب كره القدم فوز مهم جدا على اوزبكستان بعد كميه الانتقادات اللي لقاها المنتخب بعد التعادل امام الدومينيكان بدون اهداف. فوز بيقربك شويه من التاهل للدور ربع النهائي ويديك ثقه الى حد ما قبل مواجهه اسبانيا. مواجهه اسبانيا خلاص، اسبانيا ضمنت الصعود للدور ربع النهائي بفوزين على الدومينيكان وعلى اوزباكستان، فبالتالي ممكن المدير الفني الاسباني يعني يبقى ما بيلعبش بالتشكيله الاساسيه، فيديك اريحيه شويه اللي انت تقدر تحقق تعادل او فوز يضمن صعودك تماما للدور ربع النهائي. في حاله التعادل او الفوز احنا رصدنا دلوقتي 4 نقاط، يعني احنا تاني المجموعه بالظبط، لكن احنا برضو هيبقى فيه، بس خلينا نتفق اللي احنا لازم يعني على الاقل تعادل، لان الدومينيكان لما هتلاعب اوزباكستان في حاله الفوز باكثر من هدف ممكن تدخلنا في حسبه بيرما، لان هي وفي حاله لا قدر الله خساره منتخب مصر هيبقى 4 نقاط لكل منتخب، فبالتالي هنخش بقى في حسب ايه عدد فرق اهداف مع اللعب النظيف وكده. طيب لو انتقلنا لمنتخب كره اليد على طول كده، على طول ده احنا لسه في حاجات كتير في المباراه. اتفضلي معاكي. زيزو اللقطه بتاعت امبارح متوقعين ان احنا يعني نبقى زعلانين منه ولا ايه؟ هقول لحضرتك برضه، انا ما كنتش حابب اتطرق ليها بس نتكلم عليها سريعا. احنا دلوقتي اي لاعب في حاله زيزو والنني، اللاعبين الكبار المفروض يبقوا قدوه لكل اللاعبين الشباب، لكن اللاعب برضه لما بيبقى مضغوط وحاسس اللي هو المفروض السبوت عليه هو اللي يقدم الاضافه للمنتخب وللمدير الفني، ممكن الضغوطات بتؤدي اللي هو في حاله الخروج ممكن ما يكونش زعلان من القرار كمدير فني، لكن هو زعلان من نفسه على ادائه، على الضغوطات اللي محطوطه عليه وهو مش قادر يقدم كل المستوى المرجو منه، فدي ممكن تكون السبب في اللقطه اللي حصلت وقت التغيير. وزي ما احنا عارفين مفيش اي لاعب كره قدم بيحب يتغير، حتى لو هو عارف ان هو مستواه بيبقى عنده امل اللي هو يجيب مستوى واحده واحده جوه دقائق المباراه، لكن في الاول في الاخر المدير الفني هو صاحب القرار وهو اللي بيبقى شايف اكتر مين اللي يقدر يفيده في الفتره القادمه من المباراه، وعلى حسب الخطه وعلى حسب المنافس اللي قدامه. فهي دي بس تحليلي للقطه زيزو. وهيكون كمان في مباراه يوم 30 يوليو مع اسبانيا. بالظبط، دي اخر مباراه في المجموعه. لازم يتم اكيد، واعتقد ان في جلسه جامعه مكلمة مع زيزو سريعا يعني عشان اللقطه دي تخلص نهائيا. واعتقد ان محمد النني بكل خبراته وقدراته الاداريه خارج الملعب هيلم الموقف، وتحيه وتقدير جدا للنني. متوقع يعني اداء اعتقد ان مش كل الشعب المصري او الجمهور المصري كان متوقعه للنني، خاصه ان هو من بعد خلاص لما ساب انتهى عقده مع الارسنال الراجل يعني كان دماغه حتى مشتته هيكمل فين، لكن كل التحيه والتقدير ليه ونتمنى له ان شاء الله اللي هو نتيجة ممتازة مع المنتخب ولكل أعضاء المنتخب. طب نروح معاك يا شادي من كرة القدم والانتصار على أوزبكستان لكرة اليد والفوز على المجر. طبعا مصر ليها تاريخ في كرة اليد، هي رابع النسخة الأخيرة في طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو كانت مصر يعني حصلت على المركز الرابع، وعندنا يعني تصنيف متقدم دايما في كرة اليد. شايف المباراة امبارح ما بين مصر والمجر وحسابات المجموعة اللي فيها مصر في أولمبياد باريس 2024؟ طيب منتخب كرة اليد هو المنتخب الجماعي اللي عليه كل الآمال في تحقيق ميداليه، يعني عطفا على نتائجه في طوكيو، نتائجه في بطولات العالم الأخيرة ودايما موجودين جوه أحسن 8 منتخبات على مستوى العالم،
فبالتالي البدايه بالامس كانت ضربه بدايه كانت مهمه. المنتخب ظهر بقوه في بدايه اول 20 دقيقه من الشوط الاول، والفارق اتسع لحوالي 6 و7 اهداف، لكن في الشوط الثاني منتخب المجر قدر هو يوصل التعادل 23-23 بعد منتصف الشوط الثاني. خبرات المنتخب المصري قدرت اللي هو يعود في اللقاء وينهي المباراه 35-32. دي بدايه لان المجموعه صعبه جدا، هتلاعب الدنمارك، هتلاعب فرنسا، هتلاعب النرويج، اسامي قويه جدا جدا، هتختم بالارجنتين. بس الفوز ده مهم جدا، اللي هو خلاص انت كل فوز بتحققه في المجموعه بيخليك تصعد تصنيف او ترتيب اعلى جوه المجموعه، فبالتالي لما تيجي في الدور ربع النهائي تلاعب فرقه سهله شويه في اول اربعه من المجموعه الثانيه. احنا عايزين نوضح ان يعني مسابقه كره اليد فيها مجموعتين، ست منتخبات في كل مجموعه، اول اربعه هيتاهلوا للدور ربع النهائي، فبالتالي الاول هيلاعب الرابع ويعكسوا بعد كده في الدور ربع النهائي، فكل فوز هيخليك تتقدم اكتر. باستور يعتبر ده اول لقاء رسمي مع المنتخب، ففوز مهم جدا. اعتقد بس كان في علي زين كان في لي تعليق امبارح فيما يخص الاقامه داخل القريه الاولمبيه، فيما يخص المياه واللحوم والاكل والكلام ده، اتمنى اللي يتم حلها هي مش على البعثه المصريه بس، على كل البعثات، ونتمنى اللي هي حلها عشان المنتخب يعني يكمل مشواره، لان زي ما قلت لحضرتك ده من المنتخبات اللي انت بتعقد عليها امال، تم اعداده جيدا، فبالتالي النتائج لازم تكون على مستوى الامال المحطوطه. أكيد. واحد من الحاجات اللي أثرت السوشيال ميديا امبارح يمنى عياد وخروجها من ميزان 54 كيلو بزيادة 700 جرام، والكلام على إن يمكن قبلها ب 48 ساعة كان ميزانها زايد 1.5 كيلو ونزلتهم. إيه اللي ممكن يكون السبب في 700 جرام دول؟ طيب حضرتك خلينا نتكلم بكل صراحة بدون تجميل للكلام، لازم تحقيق شامل من أول رئيس الاتحاد للإداري للمدرب للاعيبة لكل الناس. أنت مش جاي قبل بطولة أولمبية أول لاعيبة مصرية تتأهل للأولمبياد في الملاكمة، أنت جاي تقول لي اللي ميزانها قبل المنافسات بيومين كان زايد، فأعتقد ده مش يعني الكلام مش منطقي. يعني أنت لازم تكون أنت حاطط بلان أصلا قبل ما تطلع من مصر، هي جايبة ميزانها وجايبة كل حاجة، تغيرات فسيولوجية، تغيرات بدنية، أيا كانت الأسباب أنت لازم تكون مجهز للحاجات دي كلها، لكن تيجي قبل البطولة بيومين، طيب أنت في 1.5 كيلو زيادة، طيب عشان اللعيبة تخسهم هل ده مش هيأثر عليها في الجيم؟ دي معلومات قريناها على المواقع المختلفة، يعني قد تكون فيها مبالغات في الأرقام. طيب هنقول برضو حاجة تانية، هنقول حاجة تانية، في صورة انتشرت ورئيس الاتحاد قال إن دي صورة الميزان بتاعها ليلة المنافسات اللي بعتتها لرئيس الاتحاد، هل يا ترى أنا كلاعب أنا اللي بوزن نفسي وأبعت صورة لرئيس الاتحاد؟ ولا في طاقم طبي وطاقم بدني؟ طبعًا. لازم يكون هو بيوزن ولازم يكون شايف. طيب الفترة ما بين الميزان الساعة 12 والمنافسات اللي الساعة 9 ساعات، هل يا ترى وانا لاعب رايح العب اولمبيكس مش هبقى كير على نفسي؟ هبقى واخد بالي طبعا بالظبط. فلا موضوع يعني ليه مسمى كده، بس انا الحقيقه مش حابب اقوله على الهواء، لكن دي لازم تحقيقات كامله، ولازم بقى خلاص نبتدي بقى انجازي. يعني احنا يعني خلاص استكفينا من كل اللجان اللي بتتعمل عشان التحقيقات، مفيش نتائج بتطلع. طب لوحه شادي معاك مرور الكرام الحقيقه، عشان معانا برضو يعني عبد الخالق البنا كمان في التجديف طبعًا الفردي طبعًا. تاهل لربع نهائي التجديف الفردي، ويعني بنوجه له طبعا تحيه. شايف توقعاتك ايه للتجديف الفردي وكمان الالعاب الفرديه الثانيه اللي احنا دايما مميزين فيها؟ يعني برضو اخبار الكاراتيه والتايكوندو والمصارعه الروماني والخماس الحديث اللي احنا دايما خدنا بناخد بيها ميداليات في تاريخ الاولمبياد. طيب خلينا نتفق بس اللي فيه العاب لسه على حسب الجدول بتاع البطوله لسه ما ابتدتش، يعني المصارعه ورفع الاثقال والخماسي الثلاث لعبات تحديدا اللي احنا كنا حاطين عليهم يعني او حاطين عليهم امال في تحقيق ميداليات لسه الجدول بتاعهم ما ابتدتش. بالامس بس حابب اشير لحاجه، يعني واحده من الميداليات اللي كانت ضمن السته او من 6 ل 11 ميداليه اللي اللجنه الاولمبيه كانت حطاها البطل المصري زياد السيسي في سلاح السيف، وده من اللاعبين المصنف الاول عالميا، لكن الضغوطات وقدر يعمل مشوار هايل من بدايه من دور ال 32 لحد ما وصل لسيمي فاينل ولعب على الميداليه البرونزيه، ومع الاسف ما سعفوش الحظ للفوز بميداليه. مشوار هايل لزياد، نتمنى له كل التوفيق في قادم المواعيد، وده مثال للبطل
اللي انت كنت حاطط عليه امال، لكن ما تقدرش تلومه. يعني انت ما كسبتش الميداليه المتوقعه منك لكن ما قصرتش، فهي بتتقاس كده. لو هنرجع تاني للمنافسات اللي تمت بالامس، طبعا التجديف عبد الخالق البنا اتاهل للدور الربع النهائي ومكمل في المشوار. مع الاسف بقى الجودو كان فيه يوسف سامي خسر، لكن من اهم برضو الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في الالعاب الفرديه اليوم هيبقى فيه سلاح، وسلاح سيف المبارزه برضو من انواع السلاح على مستوى الرجال المتوقع ليها ان شاء الله نوصل لتحقيق ميداليه، سواء محمد سيد او محمد ياسين او محمود محسن. في رياضات طبعا يمكن في السلاح ما توفقناش امبارح في الفرق، يمكن او تصنفنا شاركنا بفرقتين، خدنا مصنف 11 ومصنف 28 امبارح في الفرق. ده في الرمايه، في الرمايه 15 متر بندقيه كان في زوج المختلط، كان في فرقتين لمصر مي مجدي ومحمد عبد القادر، وفي رماس خليل وابراهيم كريم. مي ومحمد في التصفيات طلعوا ال 11 فبالتالي ما تاهلوش للنهائي، ورماس وابراهيم ما حققوش مركز يعني يليق بيهم، طلعوا المركز 28. على ذكر برضه الرمايه، هلا الجوهري بالامس يعني في مسابقه 10 متر مسدس بيبقى فيه التصفيات فرقت معاها بس على 3 نقاط للمجموعه اللي متاهله للنهائي، فكان نتمنى ليها التوفيق ان شاء الله في باقي المنافسات. بالامس تنس الطاوله بس عشان اوضح حاجه، تنس الطاوله القرعه ما كانتش رحيمه خالص بالبعثه المصريه، يعني زوج المختلط دينا مشرف وعمر عصر في المباراه الاولى ليهم في البطوله لعبوا المصنف الزوجي الصيني المصنف الاول عالميا، فطبعا يعني مش هنقدر نتكلم عن النتيجه. هنا طبعا من اصغر اللاعبات في البعثه المصريه ومن اصغر اللاعبات واول اولمبيكس تشارك فيها، حاولت على قد ما تقدر في الشوطين الاول والثالث امام بطله هولندا لكن لم تتمكن من يعني تحقيق اي شوط، فخسرت 0-4. لسه المشوار طويل معها هنا. اليوم ان شاء الله نتمنى بقى بدايه للكره الشاطئيه وماير شريف في التنس. ماير شريف هتلعب في التنس، ماير شريف هتلعب النهارده الدور الاول فردي تنس برضه، توقعاتك ايه لمباريات النهارده ومنافسات اليوم يعني؟ طيب احنا بس عشان نحل بس لغط كده عند متابعي الاولمبيكس اللي هم بياخدوها بالتصنيف، طبعا التصنيف مهم، لكن احنا مثلا ماير شريف النهارده تصنيفها اعلى من الدنماركيه فوزينياكي، لكن فوزينياكي دي بطله من الابطال العالم اللي حققوا جراند سلام، فبالتالي ممكن يبقى اللعيب حصل اصابه فترتيبه تراجع، لكن هو كمستوى فني وكمستوى بدني هو منافس قوي. فخلينا برضو يعني نوضح للناس ان التصنيف العالمي او التصنيف الاولمبي مهم، بس ده بيجي على فترات، يعني ممكن التصنيف الاولمبي بيبقى على مدار 4 سنوات ما بين مثلا طوكيو لحد باريس. فخلينا بس نقول ان التصنيف مهم، لكن ساعات القرعه ما بتكونش رحيمه بيه، سواء بتلاعب لاعب تصنيفه متاخر في الوقت الحالي، لكن هو قوه في اللعبه دي. نتمنى كل التوفيق لميار طبعا، والتجديف برضه النهارده هيبقى فيه تصفيات الزوجي الخفيف احمد خالد ومحمد قوطه، وفي حاجه طبعا النهارده اول سباق للوجاين عبد الله في السباحه 200 متر حره سيدات التصفيات. لوجاين برضه حد صغير، حد اتاهل اول اولمبيكس ليه بعد طبعا الموضوع نتطرق سريعا عشان فريد عثمان وعدم تاهلها لملابسات كده جوه الارقام والتصفيات للمؤهله، فلوجاين دي نتمنى ليها كل التوفيق. وكل البعثه المصريه تنس طاوله النهارده بدايه المشوار لعمر عصر في دور ال 64 هيلاعب بطل مدغشقر، اتوقع طبعا بنسبه كبيره يعني تكاد تكون توصل ل 99% ان شاء الله ان عمر هيتاهل لدور ال 32. دينا مشرف هتلاعب بطله اسبانيا، والبالي هيلاعب بطل بولندا. طيب الاثقال، رفع الاثقال دي ميداليتنا ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله. هو البعثه 5 لاعبين يعني البعثه 3 لاعبات واثنين لاعبين، فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الامال يعني كلها على ساره سمير بطلة عالم وبطلة افريقيا وبطلة عرب وبطلة كل حاجه، فنتمنى ان شاء الله التوفيق ليها ان شاء الله. وكريمه ابو كحله نعمه برضو من ضمن الاسماء المرشحه، رفع الاثقال ان شاء الله من الخمسه. كل يعني المهتمين بالرياضات الاخرى والاولمبيكس ان شاء الله متوقعين ميداليتين على الاقل ان ما كانوش 3، فنتمنى بس هقول لحضرتك حاجه، يوم الماتش ويوم المنافسات
زي ما حضرتك شفتي امبارح بتطلع كده حاجات في النص طبعا ما بتبقاش متوقعه. ربنا يبارك ان شاء الله. اللي المتوقع ده ما يبقاش معانا احنا بس كبعثه مصريه يعني. فنتمنى كل التوفيق وان شاء الله المصارعه ان شاء الله من الرياضات اللي ان شاء الله متوقع ليها الخماسي يعني حامل العلم المصري احمد الجندي مع زميلته ساره سمير بطل الاسكال ان شاء الله هيبقى برضه من ضمن الميداليات وانا اتمناها بقى ذهبيه عشان يعني يبقى انجاز تاريخي واعجاز للجندي ان شاء الله. ان شاء الله. كل الشكر ليك شادي نبيل الناقد الرياضي، عملنا كده بانوراما وجوله سريعه في احداث امبارح وان شاء الله نتوقع كل الخير النهارده. كل الشكر ليك.